قال ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: ما بين إسلامنا وما بين أن عاتبنا الله إلا 4 سنين، إذ قال الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. انظر كيف يكون القرآن مزيداً ومكثراً للإيمان في قلب الإنسان، وسبباً بإذن الله في إعراضه عن الغفلة. فما ظنكم في هذا الزمن الذي لم يقرأ فيه كتاب الله عز وجل؟ إذا كان الله عاتب من؟ عاتب الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم، فما ظنكم بهذا الزمن الذي لا يقرأ فيه كلام الله عز وجل، وإنما يقرأ فيه في جل وفي معظم الأوقات من معظم الناس وللأسف يقرأ فيه كلام البشر، فكيف يتغذى قلبك؟ كيف يخشع قلبك؟ كيف تخضع جوارحك؟ كيف تدمع عينك وأنت لا تقرأ كلام الله عز وجل؟ ولذا ما الذي بعدها؟ ماذا قال؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أنه جل وعلا يحيي الأرض اليابسة الجافة بماء المطر، كذلك تنبهوا فإن هذا القرآن بمنزلة الماء الذي يحيي القلوب ويزيدها حياةً وإيمانًا. لكن إن بقي الناس على ما هم عليه في مثل هذا الزمن من الولوج العميق في وسائل التواصل، من قراءة كلام البشر وتتبع الأخبار، أخبار السياسات أو أخبار الشخصيات أو قل ما تشاء، فاعلم بأن الناس على خطر. ولا تقل إن قلبي قسى، لا تقل إن قلبي قسى، وكلام الله واضح. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما الذي بعدها؟ ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ماذا صنعوا؟ أعرضوا عنه فطال عليهم الأمد، طالت عليهم السنوات وهم يبحثون عن غير ما أنزل الله، فلسفيات منطقيات، يبحثون عن أفكار، يبحثون عن متابعين، يبحثون عن قيل وقال، فطال عليهم الأمد، طال عليهم الزمن وأعرضوا عن هذا الكتاب. فما الذي جرى؟ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.